وصل المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش إلى محافظة كركوك شمالي العراق، وبحث كوبيتش مع محافظ كركوك نجم الدين كريم موضوع الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، فضلا عن مناقشة إيواء النازحين وعودتهم للمناطق المحررة وجهود الحفاظ على الاستقرار وترسيخ التعايش بين مكونات كركوك. وكانت حكومة كردستان العراق قد أعلنت أنها ستجري استفتاء لتقرير المصير حول استقلال الإقليم عن العراق في 25 من الشهر المقبل.